في الحقيقة الكلام كتير جدا عن قصة الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية والأماكن اللي بتعمل الحاجات دي والأشكال اللي ممكن نستخدمها فتجيب لنا طاقة إيجابية أو سلبية، ولكن هل الديكور بيأثر على الكلام ده؟ في الحقيقة في أخطاء الشخص ممكن يعملها وهو بيشطب شقته تحديدا بتكون في الديكور، سواء من ناحية اختيار الألوان أو التصميمات. الأخطاء دي وارد جدا إن هي تكون سبب في وجود طاقة سلبية داخل بيته طول الوقت. طيب صحيح في الألوان كمان، في طرق الإضاءة، في المساحات الضيقة، إزاي نقدر ندي الوسع، الإيحاء اللي ممكن نكتسبه من حاجة معينة إحنا محتاجينها أو عايزينها في المعيشة، الألوان المريحة، لكن كل حاجة بيبقى ليها متخصصين بنرجع لهم وبنسألهم، لو مش متاح ان احنا نجيب حد بيشطب متخصص او مهندس ديكور او اساس داخلي، لكن كمان ممكن ان احنا ناخد الاستشارات المختلفة ونقدر ان احنا نوفي الحاجات اللي ممكن تخلينا عايشين بشكل هادي داخل بيوتنا ومنازلنا. معنا المهندس عبد الرحمن خالد المتخصص في التشطيبات والديكورات، برحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد صباح النور احنا هنشطب، نبتدي نفكر ازاي ونعمل ايه وازاي الواحد ممكن كده ياخد افكار سريعه ممكن يعمل بيته ازاي. هو يفضل طبعا ان هو يتعاقد مع مختص في التصميم والتنفيذ، ده هيوفر عليه فلوس كتير ووقت. بس لو مش هعمل كده فانا بقدر ان انا اكون عامل خطه تفصيليه للي انا محتاجه، وبعد كده ببدا ان انا احدد الميزانيه اللي معايا واشوف اقدر اوصل بيها لايه، واختار الخامات اللي فيها جودة عالية بالنسبة للتأسيسات، يعني دي بيبقى ليها أولوية في الشغل، يعني التأسيسات عندنا بتبقى مهمة شوية. وأهم حاجة طبعًا إن أنا أتابع باستمرار التنفيذ والتنسيق بين البنود عشان أقدر أوفر وقت ومجهود وفلوس. يعني طيب، الألوان بتأثر إزاي؟ أفهم إن المساحة بتأثر في الطاقة السلبية والإيجابية، ولكن الألوان الغامق ولا الفاتح؟ الألوان الوسطية ولا الألوان الصريحة؟ يعني كلمنا على القصة دي. تمام، هو كل ده برضو بيتحدد على حسب المساحة اللي معايا وعلى حسب المود العام اللي أنا مختاره للمكان، الستايل نفسه هيمشي إزاي. ببدأ أقارنه، يعني بحط البادجت بتاعتي وأبدأ إن أنا أوزع الفراغ على الأساس ده وأختار الخامات والماتيريالز اللي هتتناسب معايا في الفراغ. طب هو ده سهل على كل واحد إن هو يختار؟ يعني مجرد ان انا اتابع مثلا الحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا او على الانستجرام او من خلال الكتالوجات بالشكل التقليدي هقدر اتذوق واشوف احتياجاتي وابتدي انفذها؟ لو انا بعرف اخد تفاصيل من الصور واعرف اشوف مثلا الداتا اللي موجوده في الصوره دي واعرف انفذها هي بيبقى الموضوع سهل على بعض الناس. لكن في ناس ما بتشوفش التفاصيل قوي اللي موجوده في الصور، بيبقوا مثلا عايزين يعملوا الستايل ده بس مش عارفين هو نوع ايه، او الستايل دوت مثلا جاي من ماتيريالز مختلفه مش موجوده في السوق او مش موجوده في السوق عندنا في مصر. صحيح. طب يعني مثلا اوضه النوم افضل الوان فيها او ديكورات فيها تبقى عامله ازاي؟ بيفضل في اوضه النوم دايما المود يبقى هادي، الالوان بتاعتها تبقى فاتحه ما فيهاش دوشه كتير، ما فيهاش نوشات كتير على الحيطه. الالوان الاضاءه بتاعتها يبقى فيها كذا مستوى اضاءه. ونفس وطبعا الكلام كل واحد الستايل بتاعه بيفرق، يعني دايما اوضه النوم بتبقى يعني حاجه مميزه ان انا بقعد فيها فتره كويس، يعني فتره كبيره في البيت، فيفضل ان هي تكون شبهي او الستايل اللي انا بحبه. ايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها يا باشمهندس واحنا بننفذ او بنختار؟ ممكن اختار حاجه عجباني بس في مساحتي او في شقتي ما تبقاش حلو، ما تدينيش التاثير ده، ممكن تدي العكس. ده في الالوان الغامقه مثلا، لو انا عندي الاسقف بتكون واطيه شويه فبختار الوان غامقه فلاقي المكان كتب معايا اكتر. ممكن اختار ماتيريال غلط في المكان الغلط، لو انا مثلا قاعد في مكان ساحلي فبختار مثلا ماتيريال في الارضيه ممكن تسبب لي ان الجو يكون حر على طول في الفراغ. برضو الالوان او شده الاضاءه اللي داخله لي المكان، انا ازاي اقدر اوظف لون كويس في المكان يعكس لي الاضاءه اللي موجوده ديت، فاحس ان المكان واسع او المكان ارتفاعه عالي فيكون مريح ليا نفسيا اكتر. وبالتالي برضو المساحات الضيقه اقدر ان انا عن طريق الاضاءه والدهانات الفاتحه اوسع احساسي بالمساحه. بالظبط، احنا ممكن بشويه اكسسوارات او بتناسق مثلا مكان اضاءه معين داخل من جهه معينه على اضاءه معينه ممكن تعكس لي المكان كله وتوسعه. كنت عايز اقول لك يا باشمهندس، بنشوف ناس كتير في مكان ضيق
بتستغل الكلام ده مثلا ان هي تعمل اوبن كيتشن او مطبخ مفتوح، او بتفتح الاماكن اللي شايفه ان هي ممكن تحط فيها مثلا بدل الحيطه تحط فيها مثلا ايه اللي هي الالواح الزجاجيه. الكلام ده ازاي بيأثر برضو على وجود الطاقه السلبيه والايجابيه؟ احنا عامه في الشغل ما بن... يعني هو الترند طالع ان المطابخ تكون مفتوحه على الريسبشن، بس انا عن نفسي ما بحبش ان انا اعمل كده. انا بحس ان دايما المطبخ بيبقى ليه خصوصيه بتاعته، بس لو عملنا كده فاحنا بس بنراعي ان المطبخ يكون ماتشنج مع المكان المفتوح عليه زي الليفنج او الريسبشن. واهم حاجه برضو ان احنا نكون مركبين شفاط كويس ومتاكدين ان التهويه للمكان دوت كويسه، مش هتعمل لي روايح في المكان او في الفراغ. صحيح. تصميم الاساس نفسه وكده بيختلف من بيئه لبيئه، يعني ما ينفعش مثلا اللي يناسبني في مصر ممكن يناسب حد تاني في بلاد اوروبيه او امريكيه، ولا راي حضرتك في ده ايه؟ لا طبعا، هي طبعا كل ده بيتحدد بالفابريكس على حسب برضو درجات الحراره بتبقى عندنا، مثلا شتاء صيف بره ممكن يكون الجو الخامات نفسها شوية. بتاعت الاساس الاقمشه يعني. بالظبط، الاقمشه هي اللي بتفرق معانا قوي، وطبعا الاستخدام. يعني ساعات برضو بنلجا ان احنا نعمل اساس متعدد الاستخدام لو المكان ضيق، مثلا كنبه تتفرد، سرير، حاجات زي كده. ايوه احنا بنشكرك في الوصفات السريعه كده، بنشكرك المهندس عبد الرحمن خالد المتخصص في التشطيبات والديكورات.